يعني انا بس اخدكم يا جماعه لفصل اعلاني، ولكن اسمعكم الكابتن هاني رمزي ماذا قال، ولي رد كثيرا جدا على كثير من كلامه، لان غير موافق مع عليه شكلا وموضوعا، وعايز اعرف هجمه الاستوديوهات دي يا جماعه. ما انا زي معتز سليم، احنا غلابه بتوع درجه تانية شغالين طول السنه شقيانين، حالي الدلوك ما احنا طول السنه ما لقيتش اللي يقول لنا سلام عليكم. انت اللي عملت الزخم ده، حاليت انت اللي عملت الزخم، حاليت انت اللي عملت الزخم ده. لا اله الا الله، حاليت دلوقتي بعد الفاصل. غريب جدا 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 من الاتحاد المصري لكره القدم. مفيش مانع ابدا انك تطور، مفيش مانع ابدا انك تجاري او تنافس الدوريات الاخرى، ولكن الحقيقه الواحد استغرب جدا من القرار اللي طلع بالنسبه لدوري المحترفين. أنا عن نفسي مقتنع جدا جدا بدوري المحترفين أو درجة أيا كان المسمى، الدرجة الثانية الممتاز به، إنه يكون من مجموعة واحدة عدد معين من الفرق يوصل 18 20 مفيش مشكلة، فده شيء إيجابي، يكون عندك الممتاز ألف، عندك 18 فريق، عندك كمان الممتاز به أو دوري المحترفين من 20 فريق، ما عندناش أي مشكلة خالص. الحقيقة لما أي حد بيعمل بروجكت أو بيعمل مشروع لازم يكون عنده دراسة كاملة لهذا المشروع. الحقيقة من الواضح جدا ان ما كانش في دراسة وافية لموضوع دوري المحترفين. يلا يا جماعة نعمل دوري المحترفين، يلا يلا، وكان في مشاكل كثيرة جدا الاسبوع اللي فات في اتحاد الكورة مع رؤساء أندية من الدرجة الثانية، وفي ناس موافقة وفي ناس رافضة و لان الحقيقة ما كانش في سيناريو واضح وما كانش في بلان واضح لهذا الدوري، دوري المحترفين من كام فريق، قال لك 20 فريق. طب على مستوى الرعاة، هل عندك رعاة لهذا الدوري؟ ما بين قوسين كده وعلامة استفهام. طيب عندك تسويق على مستوى التلفزيون؟ لا لسه علامة استفهام. طيب حق الرعاية بتاعت الأندية اللي داخلة، لأن في أندية هتنافس للصعود للدوري الممتاز وبالتالي محتاجة إمكانيات مادية، هل عندك هذه القدرة المادية؟ برضو علامة استفهام. فالحقيقة كان علامات استفهام كتيرة جدا، لكن الطامة الكبرى، يعني بسميها الطامة الكبرى، ان الدوري اللي تحت دوري المحترفين اللي هو الدرجة التانية بقى او التالتة ايا كان المسمى، ان في قالك ان الدوري المحترفين ده 20 فريق هيصعد اول اتنين فيه للدوري الممتاز، تمام. طب والتالت؟ ما جابوش سيرة التالت، يعني هم اول اتنين هيصعدوا للدوري الممتاز، طب ناقص فريق. قالك الفريق اللي هيصعد ده هيبقى من دوري الدرجة التالتة. يا جماعة زي ما انتوا شفتوا الكابتن هاني رمزي، طبعا من العيب انك انت يا كابتن، انت برضه الكابتن هاني رمزي صديقي ولكن يسمح لي ان انتقده، انك تطلع بشروط غلط. دي كانت تسريبات يا كابتن، يعني قول للاعداد بتاعك لا يذاكر لك ويدي لك معلومات صحيحه، لا ما تتكلمش يا جماعه. انا لو اتكلمت في الحدوته بتاعتكم ممكن افشل، ما تسيبوا طب خلاص اؤمنوا بالتخصص، ما احنا سيبنا لكم الدنيا وروحنا للدرجه الثالثه والرابعه، هنعمل ايه؟ طب هتيجوا ورانا برضه؟ طب يعني نعمل نسيب البلد ونمشي مثلا ولا ايه؟ ما فيش ولا معلومه صح قالها الكابتن هاني رمزي غير انه طالع يهاجم لمجرد الهجوم. يا جماعة ما ينفعش والله، الشكل مش كويس. قبل ما اخد تعليق على انك انت تقول معلومات غلط وتعمل شوشرة، ده انتوا قاعدين ليكم 100 سنة بتتكلموا عن التطوير. اتفضل يا فندم. ناصر بيه، لا انا بخالف حضرتك في النقطة دي، انا اسف اسمح لي. لا النجوم دول ما كانوش بيتكلموا من سنتين ثلاثة عن البطولة دي. ده نجاح لك ونجاح لبرنامجك، لأنك أنت اللي ركزت على البطولة دي خلت نجوم مصر يتكلموا عنها. فده نجاح لك؟ لا ده دي حاجه بس يقولوا معلومات صح. لا لا المعلومات سليمه، دي نقطه ثانيه. لا 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 الراجل قال معلومات سليمه، دي نقطه، دي نقطه، دي نقطه ماشي نتكلم فيها، بس ده نجاح للبرنامج بتاعك ان انت عملت حاله جميله جدا للدوري ده، انا حاسس بيها في شبين. انت شفت ماتشات عندنا في شبين، شبين والبلديه، شبين والكرنس، شبين وطنطا، صح. شفت الجماهير، شفت الزخم، شفت الحاله. انتوا كنتوا من لا لا مش شهاده، دي حقيقه، ده حقيقه والله، ده حقيقه فعلا. انت عملت حاله بالدوري ده في مصر كلها، خلت نجم زي هاني رمزي، كابتن هاني رمزي يتكلم عنه، المفروض تشكره. لا انا متضايق على، هو حد كان بيتكلم على الحرب على التطوير؟ يعني لا لا لا، هو حد التطوير، فين التطوير؟ هو حد كان بيتكلم عننا بس بالراحه، بس بلا تطوير، هو حد كان بيتكلم عننا ابو ناصر بيه قبل كده؟ حد كان بيجيب سيرتنا؟